كما تشاهدون المواطنين يخرجون من داخل مجمع ناصر الطبي، هذا المجمع الذي يوجد به عشرات الالاف من طب يعني المواطنين. الى اين يمكن ان يتجه الان إبراهيم. بعض العائلات تخرج خشيه من ان تطال عمر الناس يخرجون الى المدارس او الى الشوارع، الناس لا يعرفون اين يتجهون، لان كل مناطق خان يونس تتعرض الى عمليات قصف، فبالتالي هؤلاء الناس يذهبون باتجاه ايش في يعني حالة من الهلع، حالة من الخوف الان داخل مجمع ناصر الطبي، الناس لا تعرف اين تتجه. اسألها الناس ابراهيم يعني اسألها. هناك حالة من الخوف الشديد لان حجم القصف عنيف جدا واطلاق يا طبعا يعني يبدو الصورة نعم الصورة عمر أمامك واضحة. الآن سيارات الإسعاف على ما يبدو جاءت يعني بإصابة من هذا القصف الإسرائيلي العنيف وتحمل إصابات، يعني حالة من الهلع، الناس تتراكد يمينا ويسارا لا تعرف أين تذهب، حتى الطواقم الطبية هناك حالة استنفار الآن بين الطواقم الطبية داخل مجمع ناصر الطبي، الناس يعني لا أحد يعلم ما الذي يجري هنا. طبعا حالة من الخوف والفزع والهلع ونحن نسمع بشكل يعني عمر على ما يبدو أن الآليات الإسرائيلية تتقدم باتجاه منطقة بطن السمين، يبدو أن هناك تقدم للآليات الإسرائيلية باتجاه منطقة بطن السمين، هذا الأمر يعني أحدث حالة من الخوف والهلع بين المواطنين، يعني الناس بدأت تخرج من داخل مجمع ناصر الطبي، يعني الناس تحمل احتياجاتها أو فرشاتها وأغطيتها وتخرج من داخل مجمع ناصر الطبي خوفا من تقدم الآليات الإسرائيلية وخوفا من عمليات القصف المدفعي على خان يونس. هذه هي الصورة التي الآن أمامك يا عمر. نعم هذا ما يحدث الآن، الناس الذين كانوا نياما بدأوا بالخروج من داخل مجمع ناصر الطبي بسبب عمليات القصف الإسرائيلي. وأنت قلت لنا بأن هذه المنطقة التي تتعرض الآن للقصف لا تبعد أكثر من كيلو مترا ونصف الكيلو متر، أي أنها قريبة جدا إبراهيم. نعم صحيح عمر، منطقة قريبة جدا من مجمع ناصر طبي، لا يفصل هذه المنطقة عن مجمع ناصر طبي سوى المقبرة، مقبرة وعدد من الأراضي الزراعية، وبالتالي المنطقة ستكون أو مجمع ناصر طبي سيكون عرضة لعمليات القصف أو الدبابات، ستكون قريبة جدا من مجمع ناصر طبي الذي يأوي أكثر من 15,000 نازح ويوجد به آلاف الجرحى والمرضى. هذه هي الصورة أمامك عمر، يعني الناس بدأت تخرج يعني من داخل مجمع ناصر الطبي، الأوضاع صعبة خطرة جدا في ضوء هذا التصعيد الإسرائيلي العنيف والمفاجئ والكبير في آن واحد. الخوف إبراهيم يعني الناس بدأت من الخروج تماما من امتداد القصف الطبي إلى المجمع أم من توغل بري لآليات عسكرية إسرائيلية باتجاه المجمع. يعني هو لم تصل الآليات إلى مجمع ناصر الطبي، لكن حسب ما أفدنا بأن هناك تقدم لعدد من الآليات الإسرائيلية من المنطقة الشرقية من منطقة معن وقزان النجار باتجاه منطقة بطن السمين على طريق شارع جمال عبد الناصر. هذه المناطق إذا حدث هذا التوغل ودخلت إلى منطقة بطن السمين باتجاه الغرب يكون بينها وبين مجمع ناصر الطبي المقبرة والحي النمساوي وبعض الأراضي الزراعية، أي بمعنى يعني أقل من يعني مسافة كيلومتر واحد تكون من الجهة الجنوبية من مجمع ناصر الطبي. هذا الأمر بالتزامن مع عمليات القصف المدفعي العنيف والاشتباكات العنيفة جدا والضارية جدا في هذا التوقيت
أرعب الناس، والناس بدأت تخرج من داخل مجمع ناصر الطبي، خاصة وأن مجمع ناصر الطبي اليوم سقطت به عدد من الشظايا، وقبل فترة من الوقت كانت هناك سقطت قذائف مدفعية على هذا المبنى الذي يبعد عنا فقط يعني مسافة 10 متر، وأيضا على خيام النازحين في الساحة الخلفية لمجمع ناصر الطبي، وأدى ذلك إلى استشهاد فتاة فلسطينية وإصابة آخرين. بالتالي هناك خوف كبير لدى المواطنين هنا داخل مجمع ناصر الطبي ولدى الكوادر الطبية، لأن القصف يعني غير مسبوق، عنيف جدا، عشرات القذائف المدفعية مع طلقات نار كثيفة جدا وأطلاق نار متبادل. هذا الأمر طبيعي الناس أن تشعر بالقلق وتشعر بالخوف. كما ترون هذه العائلات تتحرك الآن إلى خارج مجمع ناصر الطبي، يعني كما ترى في الصورة عمر كان تسأل الأطفال من هؤلاء يا نساء رجال إبراهيم. بدأوا بالخروج من مجمع ناصر الطبي باتجاهات مختلفة، الناس قد تذهب إلى الشوارع، الناس قد تذهب إلى مدارس الأونروا، كل يحاول أن يبحث عن مكان آمن في ظل هذا التصعيد وهذا القصف العنيف جدا. هذه الساحة كانت قبل قليل يعني لا يوجد بها أحد، كانوا الناس نيام، الآن أصبحت مكتظة بالمواطنين الذين يخرجون من داخل مجمع ناصر الطبي، ربما تستمع إلى أصوات صحيح. القصف المدفعي العنيف طيب. والمتواصل على منطقة إبراهيم اليوم في المنطقة الجنوبية من مجمع ناصر اليوم الطبي. اليوم الناطق باسم الجيش قال إن قذائف صاروخية أطلقت على قواته من محيط مجمع ناصر الطبي، ويبدو أنه يعني إسرائيل تبحث عن ذريعة، عن تبرير لعمل ما ضد هذا المجمع الطبي الذي يضم كما نحن نرى ونشاهد وكما يشرح لنا إبراهيم الآلاف من النازحين الذين احتموا بهذا المجمع. يبدو أنه إسرائيل لديها سيناريو مشابه لما حصل في مستشفى أو مجمع الشفاء، مجمع الإندونيسي وبقية المستشفيات في أماكن مختلفة من القطاع في غزة في الشمال. يبدو أن هناك تحضير لعمل ما، لاعتداء ما على مجمع ناصر الطبي. وطبعا إبراهيم قنن مراسلنا يصف لنا حالة الفزع والرعب من النازحين الذين يحاولون الآن إيجاد مأوى، لا أدري إلى أين يذهبون. يعني إبراهيم يقول لنا